أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة صغيرة بإيدين متداخلة. زي ما احنا شايفين ده شكلها وشكل الإيدين، زي ما احنا شايفين شكلها من جوه والإيدين المتداخلة. زي ما احنا شايفين شكل الشنطة شيك ومميز، وكمان خطوات عملها سهلة وبسيطة، فخليكم معانا لآخر الفيديو هننفذها مع بعض خطوة بخطوة، وكمان هنشوف ازاي نغير حجمها، فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. لكن قبل ما نبدأ، لو كنتم بتابعونا من اليوتيوب اعملوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا التنبيه او النوتيفيكيشنز من علامة الجرس. اما لو كنتم بتابعونا من الفيسبوك اعملوا لايك للصفحة. الخيط اللي هنستخدمه هو خيط السلسلة، وهنستخدم معاه ابرة مقاس 4. كمية الخيوط اللي هنستهلكها في الشنطة هنستهلك تقريبا كيلو. سلسلة البداية هنبدأ ب21 غرزة سلسلة. هنسيب أول غرزة ونبدأ في الغرزة الثانية نعمل أول غرزة حشو. هنبدأ بسطور من غرز الحشو هنعمل قاعدة الشنطة. زي ما احنا شايفين أول سطر في كل غرزة من غرز السلسلة هنعمل غرزة حشو واحدة. كده وصلنا لآخر غرزة في السلسلة، اكتمل معانا أول سطر. وطبعا سلسلة البداية هي عرض الشنطة، فاحنا من البداية لو حابين نغير في عرض الشنطة نزود او نقلل هنغير في سلسلة البداية. هنلف النسيج ونبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع السطر الثاني، ونبتدي نعمل غرز حشو فردية. برضو في كل غرزة هنعمل غرزة حشو واحدة، وبنفس الطريقة هنكمل باقي السطور اللي هتكون معانا قاعدة الشنطة. كده بعد ما كملنا السطور اللي عملنا بيها القاعدة عملنا 12 سطر. هنبدأ نعمل الجوانب، لكن قبل ما نعمل الجوانب زي ما احنا شايفين آخر سطر الغرز اللي فيه كل غرزة اللفات ليها واضحة، فده هيسهل علينا عمل الجوانب. أما جوانب السطور الغرز فيها أو ما فيهاش لفات واضحة، فعلشان نسهل علينا عمل السطور هنعمل إطار أو سطر يلف على الأضلاع الثلاث أضلاع التانية، بحيث تكون الغرز كلها في الأربع أضلاع غرز واضحة نقدر نبني عليها الجوانب. زي ما احنا شايفين غرز الحشو الفردية اللي هنعملها في الجوانب هنعمل غرزة حشو واحدة مقابلة لكل سطر علشان عدد الغرز ما يكونش زيادة. أما الضلع الأكبر أو الضلع العريض الثاني ده هيكون عن سلسلة البداية، هتكون الغرز فيه واضحة. وطبعا الضلع او الجنب ده بنفس طريقة الجنب الاول هنشتغل غرزة حشو مقابلة لكل سطر، غرزة حشو واحدة، بحيث زي ما وضحنا ان الغرز ما يبقاش عددها زيادة يخلي الجنب معانا مش مظبوط. زي ما احنا شايفين عند او مقابل للسطر التاني هنعمل غرزة حشو واحدة، مقابل للسطر التالت هنعمل غرزة حشو واحدة، وهنكمل بنفس الطريقة زي ما وضحنا مقابل في الجوانب لكل سطر بنعمل غرزة حشو واحدة. في الجنب التاني بنفس الطريقة مقابل لكل سطر غرزة حشو واحدة، أما في الجزء ده هنعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة. هنكمل ده زي ما احنا شايفين كملنا الإطار اللي عملناه على التلات أضلاع أو سطر من غرز الحشو الفردية، وبقى عندنا الغرز في الإطار أو في الأربع أضلاع للإطار غرز واضح فيها اللفتين لكل غرزة. هيسهل علينا زي ما وضحنا الغرز الواضحة دي عمل الجوانب. هنبدأ أول لفة في الجوانب، هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وزي ما وضحنا اللفات الواضحة اللي عندنا هنبدأ نختار لفة منهم هي اللي هنشتغل فيها غرز الحشو لأول لفة في الجوانب، بحيث تكون عمودية على القاعدة. زي ما احنا شايفين هنختار لفة واحدة لكل غرزة بندخل فيها ونعمل غرزة الحشو
في اللفة دي وبنسيب اللفة التانية اللي هتكون في اتجاه القاعدة او هتكون تحت. زي ما احنا شايفين كل غرزة بنعمل فيها غرزة حشو واحدة، لكن بندخل في لفة واحدة بس لكل غرزة. والطريقة دي هي هنعمل بيها اللفة الأولى بس في الجوانب زي ما وضحنا عشان تأسس للجوانب. هنمشي بنفس الطريقة مكملين، بنختار نفس اللفة لكل غرزة للأربع أضلاع. هنمشي بنفس الطريقة نكمل لفة كاملة ونقفل اللفة عند غرزة السلسلة اللي بدأنا عندها اللفة، نقفل بغرزة نائمة أو منزلقة علشان نبدأ اللفة اللي بعدها. فهنكمل أول لفة في الجوانب كده، وصلنا لنهاية اللفة الأولى زي ما وضحنا. هنقفل اللفة بغرزة منزلقة عند سلسلة الارتفاع اللي بدأنا بيها اللفة، ونبدأ اللفة التانية نبدأ برضو بغرزة سلسلة ارتفاع. بدءا من اللفة التانية هنبتدي نشتغل بغرزة التريكو. غرزة التريكو عملنا فيديو لشرحها بالتفصيل، تقدروا ترجعوا له لو حابين تشوفوا شرحها بتفصيل اكتر، وهيكون اللينك للفيديو موجود تحت في الوصف علشان تقدروا توصلوا لها بسهولة. هنبدأ اول غرزة. احنا في غرز الحشو او في الغرز عموما بندخل في اللفات دي، الطريقة الاساسية اللفات العلوية للف. في غرزة التريكو احنا هندخل في نسيج غرزة الحشو نفسها اللي في السطر الاول. هنحدد كل غرزة حشو وهندخل بالابرة زي ما احنا شايفين، هيكون عندنا شكل شبه السبعة. هندخل في النص ونبدأ نعمل غرزة الحشو الجديدة زي ما احنا شايفين في نص غرزة الحشو اللي في السطر اللي تحت. هندخل في الغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة في نص الغرزة، بنعدي الخيط ونعمل غرزة الحشو الجديدة في نص غرزة الحشو اللي في السطر اللي تحت. الغرزة اللي بعدها برضو هندخل في نصها، نعمل غرزة الحشو اللي عليها الدور ونكرر بنفس الطريقة. ودي هتكون الطريقة زي ما وضحنا باستخدام غرزة التريكو. هنكمل اللفات للجوانب الشنطة كلها، وزي ما وضحنا بنبدأ اللفة بغرزة سلسلة ارتفاع، بنكمل اللفة كلها وبننتهي باللفة عند غرزة السلسلة اللي بدأنا بيها، نقفل بغرزة نائمة أو منزلقة. هنكمل زي ما وضحنا بنفس الطريقة، بنعدي عند كل غرزة حشو بندخل في نص أو في نسيج الغرزة مش في اللفات اللي فوق، ونعمل غرزة الحشو الجديدة زي ما وضحنا بتكون جوه غرزة الحشو اللي تحتها. هنكمل بنفس الطريقة بغرزة التريكو اللفات الجاية كلها، كملنا اللفات اللي عملناها للشنطة زي ما احنا شايفين. ده شكلها من جوه، وزي ما احنا شايفين حجم الشنطة وشكلها من بره. عملنا 21 لفة، وزي ما احنا شايفين 21 لفة دول هم طول الشنطة. نقدر برضو نغير فيه عن طريق اننا نزود او نقلل في اللفات. هنبدأ دلوقتي نعمل طول الشنطة. يفضل نسيب طرف الخيط من القسطوش ونستخدم طرف تاني. هنبدأ زي ما احنا شايفين هنعمل ايدين على الاضلاع الكبيرة دي، هنحاول نظبط الايدين في النص. هنحسب عندنا الضلع في 21 غرزة، هنحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 عند الغرزة رقم 8 هنوصل الخيط. هيكون عندنا ايدين، ايد صغيرة وايد كبيرة. هنبدأ الايد الصغيرة هتكون سلسلة فيها
20 غرزة، 2، 3، 20 غرزة سلسلة. هنسيب 5 غرز في النص، وعند الغرزة رقم 6 هنوصل الغرز دي، هنعمل غرزة منزلقة نوصل بيها السلسلة أو الطرف التاني للسلسلة. هنقف في الجنب ده أو عند الإيد الصغيرة عند الخطوة دي، نقف الخيط زي ما احنا شايفين. هننضف أطراف الخيوط أو هندخلها في الخطوة الجاية، هنلف ونروح للإيد التانية، نكرر نفس اللي عملناه مقابل للغرزتين اللي عملنا عندهم السلسلة الصغيرة. هنعمل السلسلة اللي في الجنب التاني لكن هتكون سلسلة كبيرة. نوصل بعد 8 غرز من بداية الضلع نوصل السلسلة، وهنعمل 50 غرزة سلسلة. 1، 2، 3، زي ما احنا شايفين 50 غرزة سلسلة. هنسيب برضو 5 غرز، 1، 2، 3، 4، 5، وعند الغرزة رقم 6 هنوصل السلسلة بغرزة منزلقة، لكن في الايد التانية مش هنقص الخيط او مش هنعمل سلسلة، بس هنعمل كمان سطر من غرز الحشو. فهنروح للغرزة اللي عليها الدور على طول او اللي بعد الغرزة اللي وصلنا عندها السلسلة، نعمل عندها غرزة منزلقة ونبدأ في أول غرزة نعمل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين هنمشي بترتيب غرز السلسلة، في كل غرزة هنعمل غرزة حشو واحدة. ولو حابين نزود عرض الايد عن سطر واحد ممكن نعمل اكتر من سطر. بنفس الطريقة بنوصل السطور اللي بنعملها من غرز الحشو في الغرز المقابلة ليها سواء في الجنب ده او في الجنب التاني بغرز منزلقة. وبرضو الايد الصغيرة لو حابين نزود سمكها شوية ممكن نعمل سطور من غرز الحشو بنفس الطريقة. إذا وصلنا لآخر غرزة في السلسلة هنقفل بغرزة منزلقة، نوصل السطر زي ما وضحنا من الجنب التاني في الغرزة اللي عليها الدور اللي بعد الغرزة اللي بدأنا عندها السلسلة بغرزة نائمة أو منزلقة. وهنقص الخيط في الجزء ده، زي ما احنا شايفين ده شكله وحجم الايد التانية. طبعا الايد التانية هي الايد اللي هنقدر نمسك منها الشنطة او هنشيلها على الايد. نقدر نزود في السلسلة لو حابين ان طولها يكون اكتر من كده. الايد الصغيرة هي اللي بتعدي منها بس الايد الكبيرة علشان تقفل معانا الشنطة. هنبدأ نكمل الايد، هنروح للطرف اللي احنا سبناه وهنعمل اطار او لفة كاملة هتلف على الايدين وعلى باقي اللفة كلها. هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع ونبتدي هنعملها بغرز حشو عادية. نبدأ في الجنب جوانب الشنطة او اللي قبل الايد، وصلنا للسلسلة
اللي عملناها بالإيد الصغيرة، لو في أطراف خيوط هندخلها معانا ونبتدي نروح للإيد دي. مش هنشتغل في غرز السلسلة، هنعمل غرز الحشو بتلف على السلسلة. نبدأ زي ما احنا شايفين نلف على السلسلة، هنعمل تقريبا 20 غرزة، وممكن نزود عليهم لو حسينا ان الغرز او ان الشكل محتاج الغرز تزيد فيه شوية. كمان لو حسينا اننا محتاجين نقلل الايد نخليها تقل، بحيث لما نقفل الايد التانية او نعدي الايد التانية منها تكون قافلة الشنطة اكتر، نقلل في السلسلة سلسلة البداية عن 20 غرزة اللي عملناهم، ممكن نخليهم 15 او على حسب الحجم اللي احنا حابينه. كده زي ما احنا شايفين عملنا الغرز للايد التانية او بتلف عليها، زي ما وضحنا ما دخلناش في غرز السلسلة، عملنا غرز الحشو بتلف على السلسلة اللي عملناها للايد الصغيرة. هنروح للغرز اللي في جنب الايد او تكملة الضلع ده، نشتغل فيها بطريقة عادية، في كل غرزة هنعمل غرزة حشو واحدة ونكمل لحد ما نوصل للايد التانية. وطبعا لو في اطراف خيوط هندخلها معانا. كده وصلنا للايد الكبيرة، هنمشي نكمل السطر فيها بغرز حشو عادية، ندخل في كل غرزة ونعمل غرزة حشو واحدة. نكمل بنفس الطريقة، نعدي الإيد، نعمل السطر كامل للنهاية، وبعدين نكمل اللفة بعدها لحد بداية اللفة عند غرزة السلسلة اللي بدأنا بيها، نقفل بغرزة منزلقة اللفة دي كلها. زي ما احنا شايفين كملنا الايدين، كملنا اللفة الاولى اللي عملنا فيها الجزء ده، او لفينا على السلسلة الصغيرة وعملنا سطر ما فوق السلسلة الاولى، كملنا اللفة وعملنا بعدها لفة تانية زودت معانا في عرض الايدين. زي ما احنا شايفين بقت بالشكل ده، هنعدي الايد الكبيرة زي ما وضحنا من الايد الصغيرة، فتقفل معانا الشنطة زي ما احنا شايفين. ضفنا كمان اكسسوار بسيط للشنطة، وزي ما احنا شايفين بقى ده شكلها، وهنشيل الشنطة من الايد دي بالشكل ده، وبكده اكتملت معانا الشنطة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنت، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.